تعال يا زلمه خرب تعال يلا عشان الكابل كله غسه بخزي. ثانيا في الشواكات واربع صفحات والمراقبين ما بيستسهلوا مع الطلاب بسحبوا قبل الوقت. يعني شوف بصراحه انا يعني متامل بالاساتذه طبعا، يعني اكيد كل خير بيراعوا اكيد الطلاب، لكن بالنسبه للوضع الامتحان بصراحه انت كثير مبالغ فيه، كثير كان يعني ما بيراعي ابدا اللي صار يعني بين الطلاب بصراحه، عشان يكون منصفين للمستويات الفرديه اللي كانت بين الطلاب ابدا ما بيكون مراعي، وخاصه طلاب الادب يعني كثير تاذوا من هذا الموضوع اكثر من العلمي، ونتامل خير ان شاء الله. طبعا كان الامتحان بالنسبه لي يعني متوسط، اما بالنسبه لباقي الطلاب في بعض منهم كان صعب وفي بعض منهم كان متوسط مثلي. عني في الصف العاشر ورجعت بعد 9 سنوات فلقيتها متوسط، وطبعا للكل اي انسان دائما بدرس منيح وبيجتهد على هذا الاشي فبكون يعني امتحانه راح يكون منيح، فانا بالنسبه لي كان متوسط يعني منيح يعني جيد مقبول يعني. اول او لباقي الطلاب كان صعب وفي كان الهم برا متوسط مثلي. اللغه الانجليزيه لان في مجالنا مش مذكوره كثير اللغه الانجليزيه بكل صراحه، يعني اكثر شيء مذكور عندنا مثلا الجغرافيا، ممكن احنا بنعرف الجغرافيا، التاريخ بنعرف في التاريخ، ممكن ان الدين برضه بنعرف في هذا الشيء، ولكن الانجليزي مش متطلباتنا اليوميه، عشان هيك الطلاب استصعبوا منا بصراحه. والله اليوم الانجليزي الجلسه الاولى وبقي يعني بصراحه يعني صعب، توقعنا انه يبقى اسهل من هيك، فان شاء الله خير يعني، بس ان توقعنا انه اسهل. طبعا اجواء التوجيهي شيء طبيعي طبعا، بس طبعا مش الجميع بتوتر، مش اي شخص بتوتر، يعني بنروح على الامتحان عادي اذا كان امتحان عادي، يعني في ناس بتوتر وفي ناس بخافوا وفي ناس بيجيهم غميان، شيء طبيعي يعني، بس كالعاده يعني اليوم اصعب امتحان من الامتحانات اللي قبل اللي قدمناها. طبعا اللي حط الامتحان يعني واحد مش حاسس فينا، لازم يراعي ظروفنا في التصليح. طالب ادبي وبصراحه الامتحان كثير صعب، بكى يعني برعيش الفروق الفرديه من مره جد يعني، والطلاب اللي عندهم مشكله في الترجمه بصراحه انظلموا، الفقره الخارجيه اللي جابوها فقره صعبه كثير، يعني بصراحة بتنجبش للطلاب وخصوصا الفرع الأدبي، يعني إنه كثير تصعبنا في الامتحان والوقت ما كانش مناسب، يعني إحنا تأخرنا، المراقبين برضو ما استنوش علينا، الامتحان بده وقت أزود من هذا وإحنا انظلمنا في موضوع الوقت. بصراحة امتحان يعني صعب. قدمنا اليوم امتحان إنجليزي الورقة الأولى، صراحة جدا صعب بكى، وكل الطلاب والطالبات مستائين من الامتحان، يعني مش عارف صراحة شيف ديميكرو على الامتحان الورقة الثانية، يعني للامانه طلعنا من الامتحان كثير صعب، بقى طويل اطول من ما توقعنا، والوقت صراحه ما شفاش يعني، ما راعوش كثير، ما راعوش اوضاع الطلاب والاوضاع اللي مرت معنا في السنة.